إيمي سمير غانم تتعرض لأزمة صحية مفاجئة. شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها مقطع فيديو لها من داخل إحدى المستشفيات على جهاز الأكسجين، مما أثار قلق جمهور على حالتها الصحية. نشرت إيمي مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على تيك توك، مستخدمة مقطع غنائي من أغنية اخترنا، وعلق زوجها الفنان حسن الرداد قائلا: ألف سلامة. الجدير بالذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم كانت كشفت عن حالة الحزن التي تسيطر عليها بعد فراق والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، على الرغم من مرور سنوات على وفاته. نشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: كل شوية أقول إمتى أشوفكم، بجد الفراق فعلا من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا، بكون عايز أحكي لهم بشوف إيه في حياتي ومين مزعلني ويشوفوا ابني، تفاصيل كتير. وطبعا الحياة لازم تستمر، والكلام اللي انتوا عارفينه ده، ونشتغل ونربي أولادنا ونضحك ونعيش، بس التفكير فيهم مش بيه. نصيحة مني لكل ولد وبنت: ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الأصحاب، مش مهم السفر، مش مهم غير انهم يكونوا هم واولادكم كل يوم معاكم. ربنا يصبر كل الناس الفاتحه، وربنا يغفر لهم ويجمعنا بينهم في الجنه.